كل البلد كله مشترك وكله بيدور وكله مستني وكله كله مستني محمد علشان هو بيلعب يدعي له الناس كلها كان رد فعلهم ايه بعد بقى تحقيق فرحانين كنا عاملين اهالينا ساعه الناس كلها وان شاء الله لما نروح نجيبه برضك هيبقى الشوارع كلها كانت بتهلل وفرحانين وكان في استقبال كويس برضك كان ثلاث بلاد حوالينا كده مثلا كرة مجوله كانت كلها لما رحنا جبنا البطوله اللي فاتت كانت كلها موجوده الساعه 3 بالليل الناس كلها اكن الصبح ما فيش واحد نايم ما فيش واحد نايم ورفعنا له الاعلام الناس كلها في استقبال نقدم فيها ازاي او اتعمل ازاي السنه من 3 سنين حقق رقم قياسي في بطوله لندن فهو خلاص دلوقتي محقق محطم من الارقام القياسيه في اي مكان واحد بقى هو يعتبر رقم واحد محمد بقى يعتبر هو رقم واحد يعني بطل رقم اولمبي جديد اللي عمل من 3 سنين بقى هو كسب ناس تانية كسب ناس اعلى منه تلعب بقى لها فتره كبيره كان في واحد اكبر منه هو لعب وخد هديه احلى اغلى حاجه عندي اول عيل واهتم بيه وابني واقعد احفظ القران ومين يا محمد مزعلك ولو معاه جنيه اديله انا كان واقف في الحادثه كان 15 جنيه في جيبه كان 15 جنيه دول ايه؟ انا اقول ده مصروف انا اديه كمان وبيقول له بقول له لا ده ابن حبيبي الا محمد كان عنده كام سنه فتره الحادثه عندك؟ كان داخل خمس سنين ونص الازهر وخد لما زي السنه لما خد السنه ومهتم ده ابني هو مش اي ام بقيت اروح الازهر وراه لما يطلع يركب القطر ده اخد له سندوتش زملاته انت مش عايز تاكل يا محمد هات احنا ناكله ومحمد اسال اصحابه كلاتهم يقولوا ما فيش امي زيك انت بتيجي توصليه وتركبيه القطر كمان